تاخد نار كتير. يا من قبل يعترف لسعى الصليب فانا لك يا صارح نحن مستجيبين حكم الموت من اجل خطايانا كرب خطايانا مع معترفين بنياتك ونسخ مع جميع نفسكنا يا رب نتيجه في ملكوتك
عندما نزلت بين الحمى والرام وقدس على مع الصليب معكم قالت وهبك يا أم العالم فيفرحكم للخلاص مع شايفة التاب عند النظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابني وإلهي اللهم اترف علينا واسفنا وارحمنا منك يا رئيسك 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 يا ألتسعنا يا رب إرادتنا ألتسعنا ألتفعنا معرفة ألتفعنا خافي أعزائنا وستعطينا لكم كل شكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك شو سنينان اللي يزوك سابت رينك ايوك اجيب نومات كنينك انك يسوس يونستوني اونون امين تسبح الصلاة الساعة 11 نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا كثيرة من مزامير وثلاثين معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا امين زكسا سيوس منفصل من الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير بركاته علينا آمين ثم قام المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حمال سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها فوق من وظيرا الحمى فتركتها في الحال قامت وخدمتهم وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة قدمونهم إليه أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم وكانت الشياطين تخرج من كثيرين ويتصرف وتقول أنت هو المسيح ابن الله فكان ينطيرهم ولا يضعهم تقول أنهم كانوا قد عرفوا أنه المسيح والمجد الله دائما أبديا أمين ليكم القول الله بسلام تنوشتمك بخريستوس نبكوتنا غاصوس نبكوتنا السواب جاءك أكسوت يمون عينان إذا كان الصديق بالجهد يخلص أن أظهر عن خاطئ سخل النهار وحر لم احتمل ضعف بشريتي لكن أنت الله الرحمة سيدنا أصحاب الساعة 11 لأن أزب الإسم حول بي القطايا لدتني أمي فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء لكن اتكل علينا رأفتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اخبر لي أنا الخاطئ وارحمني اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان لأبولن أفنية عمري في اللذات والشهوات وقد مضى من النهار وفات فالآن اتكل علينا رأفتك التي لا تفرغ فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقد لرحمتك لأن إليك أصرخ يا رب تخشع أخطأت يا بتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد أجرائك لكل اسم بحرص ونشاط فعلت وله الخطيئة بشوق واجتهاد ارتكبت ولكل عذاب وحكم استوجب
فهي لي أسباب التوبة السيدة العذراء فإليك أتضرع بك أستشفع وإياك أدعو عن الساعدين لئلا أخزى وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي ولممارة الأعداء اهزم والأبواب الجحيم أغلقي لئلا أبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا امين. كيريا ليسون 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 كيريا قدوس 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 رب السماوات والسماء والأرض. يا أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك. شي سنين انا بشي سنين انا الليل ويا اخينا ابراهيم بيوتنا بشيرين بابن امس وبنوتي نوت امين زوك سباتي كي يوكاغ ماتي كي نينكا انك يسوس امين صلوات وتسبيحات الساعة الثانية عشر نقدمها المسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا كثيرة من تراتير ومذامير ابينا معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا امين. دوكساس يوس يوس قدوس 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 فصم بشارة ماري معلمنا لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركات على جميعنا امين. اذا انسان بورشليم اسمه سمعان وهاد الانسان كان بارا تقريبا متوقعا تعزيت اسرائيل والروح القدس كان عليه وكانت اعلى من واحد من الروح القدس انه لا يرى مقربا فاقبل بالروح للهيكل ولما دخل بطفل يسوع بوالي يصنع عنكم يدو في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيدك عبد المسلم حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أردت قدام جميع الشعوب نورا تجلى الأمم من الشعب الإسرائيل والمجد لله دائما أبدين أمين ليكمل قول الله بسلام تنشم بكبير السوس نمبك يوتنا عصو نمبك نمى سواب جياكيك سوت يمون عينان ووزن أعتيدانك فهم الدين العيد مرعوبا ومتعم كسر ذنوبي لأن العمر مقاد في الملاهي والشهوات يساق بذينونة لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة تراب في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر في الجحيم من يشكر بل انهضم الركاد الكسى وتضرع المخلص بالتوبة قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. لو كان العمر ثابتا وهذا العمر مقبل لكن لك يا نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشت أفعالك الردية وشروك قبيحة أمام الدين العادي فأي جواب تجبينه أنت على سير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة يا المسيح لأن الكرسي حكمك المرهوب أفزع ولمجلس دينوتك أخشى والنور شوالهات لاهوتك أجزع أنا الشك المتدنس الراكد على فراشي متهم في حياتي لكنني أتخذ صوت العشر قارع صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطئ إني إنك أعيك صوت ونصوني أيها
أنت السيد العذراء الطاهر أزبيل زلك السريع المعون على عبيدي وبعدي عنا كافة الأمواج الأفكار الردية انهدي نفوسنا مريضة للصلاة والسهر لأن سرقت بسبات عميق فإنك أمًا قادرة رحيمة معينة ولدية ينبوع الحياة مالك إلى يسوع المسيح رجائي إنك أي استوثيون أثنيون آمين اللهم أترف علينا اسمعنا وارحمنا في الأخطين كثيرة آمين كيريا ليسون 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 كيريا 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 ليسون ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا كير يا فلوغسون قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض كرحمتك يا رب وليس هتعب اللهم اجعلنا مصحكين نقول بكل شكر أبانا الذي في السماوات شويسنا بشويسنا تسبحت صلاة سطة بارك لقدم المسيح ملكنا وإله ونرجو أن يغفر لنا أخطائك كسامة دمير تلاتيم على من داود نوى الملك طار بركات على جميع أمين فخافوا فقال من هو لا تخافوا فقبل أن يحملوا معهم في السفينة وللوقت جاءت السفينة إلى شاطئ الأرض التي كانوا ذاهبين إليها وفي الغد رأى الجمع الذي كان واقفا عند البحر إنه لم تكن هناك سفينة أخرى سوى واحدة وهي التي دخلها تلاميذه وأن يسوع لم يدخل السفينة مع تلاميذه بل مضى تلاميذه وحدهم وجاءت سفن أخرى من طبرية عند الموضع حيث أكل الخبز الذي شكر عليه الرب فدابنا يوسف وابدأ من تعلم خالك لأن هذا الروح في ديك فاسترني بأجنحة صلاحك لأن موفاه أدعاني بعزم قبالك ونحضني في كل حيل تمجيدك لأنك صالح وحدك ومحب البشر يا رب ندينونك مرغوبة استبشر الناس تغفر الملائكه تفتح الأسفار تكشف الأعمال تفحص الأفكار أيات إدانة تكون إدانة المضبوط بالخطايا من يطفئ اللهيب النار عني من الزمة لم ترحمني أنت يا رب لأنك متعطف على البشر أنيك يا إيه صوصي
يا والدتي لا أسقط وسكن بك فلا نخزى بل نخلص زكتنين مهنتك وشفاعتك هي الطاري الكاملة فلا نخاف بل نطرد أعدانا فنبددهم ونتخذ لنا مهنتك القوي في كل شيء لدستورنا مثل ترس نسأل ونتضرع لك هاتفين يا والدتي الإله لكي تخلصينا بشفاعتك وتنهضينا من نوم التمجيد بقوة الله المتجسد منك اللهم اترف علينا واسفانا وارحمنا منك يا رئيسك يا رئيسك يا رئيسك يا رئيسك يا رئيسك يا رئيسك كيا ليسون 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 يا أبانا الذي في السماوات فضلوا انصر زوكسا سي او سي او سي موني Oh.
السماوات
Thank you.
I'm here.
وسلمهما التدابير الروحيه اللازمه لحياه الوحده والرهبنه.
الإنسان في المغارة اللي كان في الصوم والصلاة والقسم حوالي 3 سنوات وكان يأتي إلى الكنيسة كل يوم أحد وهما صادقان للتناول من الأسرار المقدسة. اكتشف الرب القديس مكارس مقدار قداستهما عندما ذهب لانتقادهما حيث وجدهما يصليان طوال الليل، وكانت صلاة القديس ماكسيموس تشبه حبلا من النار يخرج من فم صاعدة إلى السماء، وكانت الشديد تحيط بالقديس تمجس مثل الذباب وملاك الرب يطردهم عنه بسيف من النار، ولكن لم يبرؤوا على الاقتراب من القديس ماكسيموس لكمال قداسته. مرض القديس ماكسيموس بحمى شديدة عينيا في سلامة 14 من شهر أكتوبر. بعد ذلك مرض القديس دوماتيوس عينيا بعد أخيه ب3 أيام، ولكنهما القديس مكارس في نفس مغارتهما بركة صلاتهما فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 1542 لشهدان سنة 1826 استلمها القديس الأعمى يوسف الأباح قصر جامع الأخير، ولد بخارج النخيلة بأسيوط سنة 1735 من أبوين المسيحيين البراعين أسمائها يوسف. ورديان حصد التقوى والفضيلة وعقد منذ الكتاب مع القراءة ودراسة الكتب المقدسة، ولما قدر اشتاق الى حياه ربنا فذهب الى جير القديس العظيم الاعمى تونس في سن 25 من عمره، وهناك صار رهينا قائما واظهر وداعه ومحبه للحياه المسكينه الى جانب علم الغزير وخاصه في الامور اللاهوتيه. وفي احد الزيارات الماضي عام 16 لجير القديس العظيم الاعمى تونس استدعى الراهب يوسف الانطوني وغار بينهم حديثا طويلا على انهم بابا مختار عن الراهب يوسف وبركاته عقده، فاخذه معه بس الروح المسيحية في سلوكهم. كان قاوم الإرساليات الأجنبية التي بدأت تغزو بلاد الصعيد في ذلك الوقت، ولكثرة علم الأنبا يوثب كان البابا يؤنس يسند إليه الرد على رسائل بابا روما بأسانيده الروحية العميقة اللاهوتية، كما كلفه قداسة البابا بجولة عالمية في الأقاليم المصرية، وقد وضع هذا الأسقف الجليل كتبا ومقالات كثيرة لتثبيت المؤمنين في عقيدتهم الأرثوذكسية. ولما أدركته متاعب الشيخوخة ذهب إلى دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس وتنيح هناك بسلام في عمره هذا 91 عاما، وما زال جسد الطاهر كاملا محفوظا في مكسورة بالدير. بركة صلواته تكون معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين. يا ربنا يسوع المسيح وما زال جسد الطاهر كاملا في مكسورة بالدير. بركة صلواته تكون معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين. يا ربنا يسوع المسيح Yeah.
الذي لا ثاني جنتك بدك تنبر شي شنان اهو مي جنيو لازي تشيني نرجل فيكم ترسل تبي كوشي Sherene Maria tie cerombie es ne sosetas misenani mifnoti bilogos Sherene Maria tie cerombie es ne sosetas misenani mifnoti bilogos Sheremi Chayil bin Shtenar Shia Angelo Sheri Gabriel Bisot Embifai Shinnufi Sheri Sheri Nashoi Senyoti Solo sharing the mass it is in the bin choice Jesus be Christos sharing our choice Sherenu teno ne martiro Sherenu choi genge Eni o Sherenu asto voros Beshoi seb oro gargi yose odoros beser Delete spilo beter mercurios bi agios Abba mine Thank you.
Thank you.
Share in our
معك يا رب شهدت شنك الدنيا ونشر بي أسكر ورسل نوقع جمعر موريوس Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
I'm
Amen.
حياتنا
كلنا خلاص هنا كلنا وقاف هنا كلنا شفاف هنا كلنا وقيامتنا ويباركوه على منابر الشيوخ
قرب عن يمينك يا بان الطاهر بابا البطريرك الانبات والروت الثاني وشركاء في الخدمه الرسوليه ابينا الاخ في الطغى المكرم الانبا يسطن وابينا الاخ في الطغى المكرم الانبا نيانوس وابينا الاخ في الطغى المكرم الانبا ارشميدس الرب احفظنا هؤلاء المحيين أمامك المقدس الله ما تقطع حق عبر بطلان كنا
عليك بشيء من علم او غير علم فزعت قلبه بكل اسرار القلب وكل انواع وكل الخطيه انت رب القصار محب البشر اللهم اعلم افران خطاياك باركنا طهرنا حالنا حال كل شعب قبل عددك المقدس ان تغفرنا الان والابد امين. كل سنة وانتم طيبين.